في البداية طبعا الحمد لله على الفوز النهاردة، وأكيد 3 نقاط مهمين جدا زي ما احنا عارفين. يعني متبقي مباراة الدور الأولاني بالإضافة للمباراة المؤجلة مع المقاولين، فكانت مباراة النهاردة طبعا في غاية الأهمية لعدة اعتبارات. وزي ما احنا عارفين يعني كل المباريات بتبقى مهمة، لكن دائما يعني بيصل إلى اللاعبين إن كل مباراة برضو ليها ظروفها، بالرغم من أهمية كل المباريات وال3 نقاط، لكن مباراة النهاردة كانت مهمة. شفنا فرقة النصر برضو نتائجها مع الفرق في الفترة الأخيرة كانت إيجابية، فكان فوز مهم، والحمد لله على الفوز النهاردة و3 نقاط. اتفضلوا جاهز. الله يبارك فيك يا احمد، الله يخليك. انت ايه اصابه ايه دي؟ كسر ده ولا ايه؟ لا سلامتك. سلامتك سلامتك. حضرتك هل احمد حمدي من ضمن الناس اللي عبد الله السعيد؟ السؤال الثاني، حضرتك اتعاملت ازاي بنجاح مع الاصابتين النهارده، محمد الشناوي واحمد حمدي؟ لا، هو بالنسبة لحتة أحمد حمدي لاعب جيد طبعا، لاعب واعد طبعا، لسه قدامه كتير جدا، لكن لاعب واعد، ويمكن في أكثر من مناسبة قبل كده اتفتح موضوع أحمد حمدي ده، وكلمنا نقولنا، وأنا رفضت قبل كده كذا مرة حتى العرض اللي كان موجود في بداية السنة، الإعارة الخارجية اللي كانت موجودة، يعني رفضت إن هو يروح إعارة، وفي نفس الوقت الطلب أكثر من مرة في النادي. فأحمد حمدي لاعب واعد، أنا بثق في قدراته وإمكانياته، لكن كلمة بديل، كل لاعب له مواصفاته وله أداءه وشخصيته، لكن هو لاعب طبعا بيجيد اللعب في المركز اللي بيلعب فيه عبد الله ومراكز تانية، لكن هو لاعب واعد، وأنا طبعا ببقى سعيد أما بيبقى عندي ثقة في لاعب ونديله فرصة، بيقدر بيقول إن أنا عندي رغبة وإن أنا امكانياتي يعني واعده طبعا اكيد، فربنا يسهل. لكن لسه هو لسه ما عملش حاجه، لسه يعني صعب تقارنه بعبد الله السعيد كده على طول، لكن هو لاعب مميز طبعا، ان شاء الله عنده مستقبل كويس يعني. لا، هو الشناوي ما فيش اصابه، لكن الشناوي ملاحظتنا ان هو طبعا في كره يمكن رجليه مع الارض شويه، مع ارض الملعب، وفي نفس الوقت لان ان هو الكره اللي بعديها ما حبش يشوط الكره الثابته، فعلى طول ما فيش مخاطره في الوقت ده، وبالذات ان يعني عندنا مباراه مهمه، ونتيجه المباراه ما كانتش طبعا اتحسمت برضو، لكن في اوقات بيبقى ما فيش مخاطره في حاجه، فقررت، هو كان رافض ان هو يطلع، لكن طبعا قرار انا يعني، لكن بياكد ان هو سليم 100% وكده، لكن ما حبناش نخاطر يعني. بالنسبه لل يعني بتاعت حمودي برضو، لا ما اعتقدش ان هي اصابه، لسه طبعا هتشخص بكره، لكن هي هما الاصابتين دول برضو غيروا من تغييري شويه، بالرغم ان انا برضو اتعاملت مع المباراه وتغييراتها، لكن كنت عاوز ادي ميد، وكنت، لكن هي طبعا الاصابات طبعا يعني اجبرتني في التغييرات. هل يعني فاضل اسبوع على مباراه الزمالك، هل بعد الاسبوع ده نقدر نقول ان يعني العناصر الاساسيه في الفرقه المصابين هيقدروا يبقوا جاهزين مع حضرتك، او في اي مشاكل في الغيابات الموجوده قبل ماتش القمه؟ العناصر الاساسيه، ما احنا اتكلمنا اكثر من مره، قلنا ان كل اللي موجودين، يعني انت بتتكلم عن عناصر اساسيه، ما انت شايف بيحصل تغيير، يعني عبد الله بيرتاح النهارده طبعا، عنصر مهم وعنصر اساسي، لكن كل لعيبه مهمه، وزي ما انت شايف كل مباراه بنتعامل معاها وتركيزنا بيبقى في المباراه نفسها، يعني النهارده مباراه النصر بالرغم الروتيشن اللي حصل، لكن حاله حمودي في الفتره الاخيره وثقتي في حالته هي اللي خليتني اديله النهارده، مش مجرد ان انا بديله عشان اريح حد بس، لا ده بريح، وفي نفس الوقت حاله حمودي في الفتره الاخيره مميزه جدا، وشفنا اداء النهارده برضه خطوره، يمكن بس احساسه بالبعد عن المباراه، لكن خلق فرص وخلق نفسه في اكثر من فرصه والاخرين، فهي مش عمليه اساسين او كده، لكن التعامل مع المباراه، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله ان بيبقى مجموعه او كم كبير جاهز ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. اتفضل. الله يبارك فيك. اللي اتعثر فيها رجعت البتروجيت فوز بشكل كويس طبعا بشكل كبير، وبرضه النهارده فوز رباعيه على فريق النصر، حضرتك في الاهداف والمباراتين شفنا النجوم في الفتره اللي فاتت بقى النادي الاهلي بشكل اسرع بشكل كبير جدا، سواء من تحت المهاجمين او المهاجم نفسه، كنت برضه عايز اكلمك عن عوده مرموش.
انا بقول لك يعني كان نفسي النهارده زي ما بقول التغييرات اللي تمت كان كل تفكيري برضو في مروان، تفكيري في ميدو، لكن الحمد لله مباراه اتلتيكو برضو طمنتنا بشكل كبير عن مروان وحالته وثقته، يعني حتى يعني كان مبالغ هو شويه في حته الالتحامات والشراسه شويه، فده شيء كويس طبعا بيديله ثقه وبيدينا احنا كمان ثقه، وكان نفسي استخدمه النهارده، لكن عندنا مباراه يعني وديه ان شاء الله بعد بكره، فبرضه هتبقى فرصه للناس تشارك ان شاء الله. المباراه ده كابتن قبل ماتش الزمالك ولا ده احتمال يبقى ماتش الزمالك اتاجل كده وهو يلعب ماتش المباراه وديه وبعد منها ب 48 ساعه يلعب ماتش؟ لا مش 48 ساعه، المباراه بعد بكره. لسه يعني مش يعني في الناس اللي بقى لها فتره ما لعبتش، لان اول مره زي ما انتم تلاحظوا كده ان يبقى في فتره زمنيه ما بين المباراتين، احنا على طول بنلعب ثلاث ايام ومباراه، ثلاث ايام ومباراه، فكانش في فرصه خالص، لكن المره دي في فرصه، وفي نفس الوقت عاوزين ان شاء الله يبقى اكبر كم جاهز، عندنا مباراتين في مرحله مهمين جدا، مباراه الزمالك ومباراه السوبر ان شاء الله، فعاوزين نجهز كل الناس ان شاء الله يبقوا جاهزين باذن الله. ماشي، شكرا لكم.